بينما كان الطفل يستعد للخروج إلى المدرسة، نسي لمجته، فإذا بأمه ذات العين الواحدة تأتي له بها في استراحة المدرسة. فانصدم الطفل بوجود أمه في القسم وسخر منه أصدقائه وتساءلوا: هل هذه أمه؟ لا، هذه ليست أمي، إنها الخادمة. اذهبي وعودي لتنظيف المنزل. فإذا بأمه تعود إلى البيت باكية ومصدومة بما فعله بها ابنها. ومرت سنين، كبر الطفل، تزوج بأجنبية ورزق بأطفال، وكان يعيش معه في بيت فاخر. بينما بقيت الأم في بيتها القديم الرث، في يوم ما أرادت أن تفاجئه كي تطمئن عليه وعلى أحفادها، فإذا بأبنائه وزوجته اشمأزوا لكونها عوراء العين. وفجأة دخل ابنها وصرخ بوجهها: ألا يكفي ما فعلتي بي وأنا صغير بسبب بشاعة وجهك؟ ما الذي تريدينه مني ومن عائلتي الآن؟ فاتجهت نحو الباب مكسورة الخاطر وقالت دون أن تلتفت: سأقول لك الحقيقة التي أخفيتها عنك طويلا. لقد ولدت بعين واحدة ولم أرضى أن تكبر وأنت مكسور الخاطر، فأعطيتك عيني لتعيش بسلام. والآن اعد لي عيني يا حيوان. وتركته زوجته وعادت إلى كندا.